تعالي نروح نشوف مع بعض تقرير مهم جدا من معرض زيارنا في مارينا ونرجع نكمل كلامنا النهاردة في حلقة. عزة علي صاحبة براند كروشيه ومكرميات عزة. حب للكروشيه ده من الصغر، من واحنا صغيرين كان بالنسبة لنا بنتعلمه في المدرسة وكده. احنا بنعمل تسويق عن طريق المعارض اللي بتوفرها لنا وزارة التضامن، وبرده وزارة الصناعة بتعمل لنا برده معارض، وانا كمان عندي جاليري صغير كده في مصر القديمة بنسوق عن طريق المعرض. طبعا ليه فضل علينا كتير قوي، ان هو بيوفر لنا ان احنا ننزل بسعر مدعم جدا الساحل فترة طويلة، الدعاية برضو. لا المعرض بصراحة كويس جدا بالنسبة لنا. أنا فاتن جريدلي صاحبة براند فاتيمينا ومؤسسة بتاعته. احنا براند بيعتمد على الكروشيه والمكرمية الهاند ميد. دلوقتي بقالي 3 سنين بنزل معرض ديارنا الساحل، وكمان بنزل معرض ديارنا كايرو فاستيفال، ويعني اغلب معارض ديارنا بنزل فيها الحمد لله. في الحقيقة معرض ديارنا معرض متميز جدا، من اهم المعارض بتاعت الهاند ميد، و بيقدم لنا دعم في التسويق وفي الدعاية وفي المبيعات، وفي بعض المعارض كمان بيساعد الحرفيين والعارضين في تطوير المنتج بتاعهم من ناحية ازاي نسوق له على السوشيال ميديا، بيقدم تدريب كمان ودعم فني. فالحقيقة معرض زيارنا من المعارض المتميزة جدا في الدولة. معارض الدولة انا بهتم جدا بمعارض بتاعة الدولة لانها بتبقى متخصصة في الهاند ميد. منتج احنا بيتي بيكس، منتجاتنا كلها من حبة القمح الأورجانيك وعسل النحل، منتجات صحية كلها، مفيش دقيق أبيض ولا سكر. المعرض هنا مصدر جيد للتسويق، ساعد الأسر المنتجة، يعني المشروع ده مشروع أسر منتجة، ساعد الأسر المنتجة في تسويق منتجاتها. سيد طرخان، محافظة الفيوم، قرية دثية. المشروع ده انا مورثه، بس احنا يعني ايه طورنا فيه من خلال وزارة التضامن. بدأت تجيب لنا خيوط، بدأت تجيب لنا موديلات ورسومات حديثة، وبدأت تفتح لنا اسواق زي المعارض بره وجوه. عملت كمان حاجة حلوة قوي، ايه هي؟ ان احنا بنا مننا للعميل الوسيط اللي كان في النص، اللي كان بياخد منها الحاجه رخيصه جدا ويبيعها غاليه جدا للزبون، اتشال. التضامن عملت ده، او الوزاره عملت السجاد، في حرير وفي حرير على صوف وفي صوف، كل الخامات من البيئه، يعني الصوف من القريه بتاعتي والقرى اللي حوالينا، الحرير بنربيه على اللي هي دوت الاث، وبناخد الحرير وبنشتغله برضه في القريه مع مساعدة وزيرة التضامن. بتجيب لنا اللي ناقص بتجيبه من بره. وزارة التضامن عاملة دعاية وعاملة شغل هايل جدا جدا جدا، طبعا بتوجهات الوثيرة، عايزة الحرفيين يكسبوا او يغيروا من حياتهم او يبقى كويسين يعني.